مكسرات. يبقى ديت كور ممكن تتعمل لو عايزين تعملوا كور سريعه. لكن لو عندي انا جناش متبقي وعايز استعمله في مشروب، بجيب هنا شويه من الحليب حطيته على النار، حطيت معاهم قرفه، حطيت معاهم قرنفل واليانسون، بغلي الحليب بيبقى ليه طعم مميز مختلف. وبعدين باخد الجناش اللي متبقي عندي هنا او شوكولاته لو عايز اسيح الشوكولاته، بس بحط الشوكولاته كتيره، حط دول هنا كلهم نقلبهم، يبقى عندي مشروب شوكولاته معمول في البيت انا عارف فيه ايه. الطعم اليانسون مع القرفه اللي انا حاططها بسيبها وبرده بقلبه زي ما بقلب اللي احنا عملناهم، اتاكد ان مفيش شوكولاته موجوده تحت، كل الشوكولاته اللي موجوده فيه دابت. وبعد كده نغرفه ونقدمه. نجيب الطبق او الكوبايه اللي اقدمها فيه، الكوبايه هنا اهو، وبعدين بحط شويه من اللي هي قطعه اليانسون على اساس تبقى جوه للتزيين بتعوم عليها، ولو حبيت بسيبها بخليها دافيه شويه، وقبل ما اقدمها احط عليها كريمه. ناخد شويه من الكريمه اللباني، بكون كريمه مخفوقه طبعا، كمان هنا بجيب شويه من الكريمه اللباني المخفوقه نحطها عليها من هنا من فوق. ولو عايز استعمل شوكولاته اللي هي بتكون الشوكولاته البيضه، بنبشر شوكولاته من البيضه، يبقى انا عندي شوكولاته غامقه وشوكولاته بيضه، نحطهم هنا وممكن نقلبها للتقليب بواحده من القرفه.